طيب يا ابي ليش ما بتاخذني معك على كفر الصفصاف؟ لا يا ابي لا، بالاول راح ازور الضيعه، واذا لقيت الاحوال مناسبه برجع باخذكم ان شاء الله. والله خايفه عليك يا صالح. خايفه من شو يا لطيفه؟ خايفه ليكونوا اهل الضيعه ما نسيوا قصه الشروال. مش معقول يكونوا متذكرين بعد 20 سنه. ولا تنسي يا لطيفه هالمصايب اللي نزلت علي، بعدين يلي مات مات ويلي نسي نسي. يلا بخاطركن هلا. مع السلامه يا بي. مع الله يسلمك. الله معك. ساعدني يا بي ساعدني. يلا يا بي يلا اطلع. مع السلامه يا بي. عينك على امك يا محسن. لا توصي حريص يا بي. الله يرضى عليك. مع السلامه. معين. ايه سيدي وين صارت هيك في الصفصاف؟ صلنا نص نهار عم ندور عليها وما كنا نلاقيها. الله وكيلك هذا طريقها. لا بصر انت نسيان، بلا تاخذني رح يزلك فون انت تدبر حالك. معليش يا ابو الشباب بدك تعذرني لاني صار لي 20 سنه ما زرتش هالضيعة. وصلك جمعة راكب معي، بقى بدي روح على بلدي الله يخليك خلصني. فتر راسي ها. طيب خلينا نسأل هالزلمة هذا. يا أخ يا أخ لو سمحت والله لو سمحت. خير يا أخي أمر. بتعرف لي طريق ضيعة كفر الصفصاف إذا ما بيصير صقلي؟ كفر الصفصاف كفر الصفصاف ما في ضيعة بالاسم يا أخي. شلون ما في ضيعة بهالاسم؟ ضيعة كانت بطرف تل وفي حرش سنوبر شمالها وفي نبعة غربيتها. ايوة ايوة بس بس عرفت عرفتها، هاي مو ضيعة كفر الصفصاف. لكن شو اسمها؟ اسمها ضيعة اللي فلت شروالو. اللي فلت شروالو؟ طيب والضيعة وين بصير طريقها هذه؟ اول مفرق بيجيكم على اليسار. ميسر ان شاء الله. الله معك. سوق هالعرباي سوق. هلا انت رايح على كفر الصفصاف ولا على ضيعه اللي فلت شروالو؟ اللي عمى لك شو الاسم هاد يلي فلت شروالو؟ لك يا عمي سوق هالعرباي، المهم نوصل بالسلامه. سوق. ضيعت يلي فلت شروالو. نعم يا أخ، بتريد شيء؟ لا سلامتك، كنت أتفرج على هذا البيت. هذا البيت كان ساكن فيه اللي فلت شرواله، وبعدين تركه وسافر من زمان، ولهلأ ما حدا بيعرف لوين. كثر الله خيرك على هالمعلومات. أهلين نحن خدمة. أهلين.
إلا قل لي شو تشتغل حضرتك؟ نعم شنو تشتغل حضرتك؟ ما بشتغل شيء. أكيد أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. اريد اسالك. تفضل. مش هذه دار حمد ابراهيم؟ متغير علي شوي. كانت دار حمد ابراهيم بعدين انتقال. انتقال؟ لوين انتقال؟ شفت البيت اللي فلت فيه الشروال؟ سال هنيك. عرفت وين؟ كثر الله خيرك. شو بدك منه؟ بدي اشوفه. بس هذا كمان انتقال. انتقال لوين؟ لرحمة ربه من سنتين. شو بتشرب يا اخ؟ شاي اذا بتريد. بزرع حضرتك غريب عن الضيعه مو هيك؟ ايه والله يا عمي غريب ومالي غريب. ما فهمت عليك شلون يعني؟ معك حق ما تفهم، بس بدي اسالك سؤال لو سمحت يعني. ايمتين فتحتوا القهوه؟ يعني بعد شي 7 سنين من فضيحه اللي فلت شرواله، حتى انه سمينا القهوه بهالاسم. شوفها بدك شي تاني؟ لا سلامتك. شو امتى بدك تجوز ابنك يا ابو عز الدين؟ حاجته صار شب والجواز عصمه للشباب. قصدك عز الدين؟ لسه بكير عليه، لساته صغير. شو صار بالدنيا؟ شلون صغير بقى؟ ليش ما صار عمره 20 سنه؟ وانت الصادق 18 سنه. انا متاكد من عمره مزبوط، لاني امه ولدته بعد ما هرب صالح اللي فلت شرواله بسنه. ايه والله مزبوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتعرفوا شو صار معي اليوم يا جماعه؟ خير. شو صار؟ شفت لكم واحد واقف قدام دار صالح اللي فلت شرواله وكان عم يسال عن صالح. ايه والله. وانا دق الباب علي واحد وسالني عن حمدي صديقه لصالح اللي فلت شرواله. ولك خلاص خلاص وانت وياه خلاص، وتطلعوا فيني كلكن وتذكروني منيح. ولك عني صالح، صالح ابن هالضيعة. العمى بقلبكن، ولك العمى يضرب عيونكن ضرب يا أهل هالضيعة. إنه ما عاد لكم شغلي ولا سيري ولا قصة غير شروالي يلي فلت من 20 سنة. هالشغلة ما نسيتوها؟ ونسيتوا نبع المي والبيدر الغربي يلي سرقتهم قبيلة أبو هارون؟ نسيتوا عصابة أبو دبوس والحرش اللي حرقوه والبنات اللي خطفوهن؟ نسيتوا الجنوب والشمال والهضبة والهوى الأصفر؟ كل هالشي نسيتوه بس ما نسيتوا قصة شروالي؟ وك يا أهل ضيعتي، صغير العقل ما بينشغلش غير بالشغلات الصغيرة. الضيعة يلي كان اسمها كفر الصفصاف صار اسمها ضيعة يلي فلت شرواله، والساحة هيك سميتوها كمان. ولك المقبرة، حتى المقبرة ما نفدت من شركن. بقى ما بتكون راي لها الضيعة؟ راي ترفرف فوق راسكن تكرم عيونكن؟ وها وهي رايتكن.
هيك بدي.